ستي قالت لي نتغدى بصارة ونتعشى في الحارة، أو نتغدى في الحارة، أنا مش فاكرة، الله يرحمها. إيه النهاردة هنعمل بصارة، ودي طريقتي أنا في عمايل البصارة. إيه ممكن تكونوا بتعملوا زيها، ممكن يكون في اختلافات بسيطة، بس جربوها هتعجبكم وهتبهركم بإذن الله. إيه ده فول مدشوش، أنا نقعته ساعة بس، ممكن ما تنقعيهوش، وانا افضل ان انا ما انقعهوش لان انا بحب الحاجه تاخد سوا. هنا بقى الطبق الجميل بتاعنا ده عباره عن ايه؟ بصلايه خضراء لو مش متوفره عادي، كزبره خضراء، بس كزبره خضراء يعني كتير، انا ده نص كيلو فول مدشوش، ودول 3 ربطات كزبره خضراء بس، الربطه يعني مثلا تعمل 2 3 كتير. ونعناع وبصل عادي وطماطمايه، وهنحط فص ثوم في الموضوع او فصين ثوم. هنشوف هنعمل ايه، يلا بينا. هعمل الثوم، هقشر الثوم، فصين ثوم كده على السريع، هحطهم مع البصله وهي بتغلي. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي ونقول بسم الله. الفول بسم الله الرحمن الرحيم. الطبق الجميل بتاعنا ده، أو نحط المية، بسم الله الرحمن الرحيم. الثوم، البصل، بصي يعني حطي بصل كتير، دي الحاجة حقها. الطماطمية دي كبيرة فانا حاطة نص طماطمية، بصل اخضر، كل ده هيتضرب مش مشكلة، اي تقطيعة. قرن الفلفل، في تركية بقى هنا، انا بحط عودين نعناع، بس عودين نعناع. بصوا انا لقيت الساق بتاعت النعناع يعني ناشفة، مش هحطها اقطعه، لا انا هعمل كده هقطفه شبه الملوخية. انا ما حطيتش النعناع كله، انا خدت عودين بس، هقول لكم العودين التانيين هعمل فيهم ايه. الخضرة هقسمها على 3، هحط التلت دلوقتي، هحط التلت ايه دلوقتي اهو، تمام. التلت التاني هحطه امتى والتلت التالت هحطه امتى، خليكم معايا واحنا هنعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. لان دي طريقة وضع الخضرة على البصارة، دي برضو تركة هتخلي لك لون البصارة حلو قوي، والنعناع برضو لما احطه جزء دلوقتي وجزء بعدين هيخلي الريحة بتاعت النعناع تبقى وانت بتاكلي البصارة كأنها فريش، هيكون طعمها احلى بكتير. كده حطينا حاجتنا كلها، هنستنى بقى لما الدنيا هنا تغلي ونشوف هنعمل ايه. نعلي النار شوية،
اول ما تغلي البصاره هنوطي النار ونخليها على نار هاديه جدا، بس في كام حاجه هنعملها اثناء غليان البصاره.